تتواصل أعمال ورشة العمل السياسية تحت عنوان آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع، وذلك بمشاركة العديد من القوى السياسية السودانية الفاعلة. وتعقد ورشة العمل وسط تطلعات لأن توثل هذه الفعالية منبرا سودانيا وطنيا خالصا لمناقشة قضايا تحتاج إلى حلول فاعلة في إطار حوار جاد يفضي إلى توافق سوداني يلبي طموحات جماهير الشعب السوداني.